اهلا بيكم يا جماعه، احمد كان معاكم كالمعتاد من اي كي ريفيو. اتمنى تكونوا بخير. والفيديو ده انا هتكلم معاكم فيه على الريدمي نوت 9 برو. خلوا بالكم ان انا بقول هتكلم معاكم فيه مش مراجعه، لان انا شايف ان الموبايل دوت ما قدمش حاجه جديده قوي عن النوت 9 اس اللي احنا كلنا عارفينه. الاختلاف بس هو تقريبا في الكاميرا اللي ورا، بقت 64 ميجا بكسل بدل 48 ميجا بكسل، وبقى يدعم سرعه شحن اعلى. واحنا كلنا عارفين النوت 9 اس الموبايل موجود في السوق بقاله فتره طويله، فانتوا حتى عارفين رايي فيه وعارفين ان هو تقريبا يمكن يكون واحد من اكتر الموبايلات اللي انا برشحها في السعر بتاعه. بالتالي لما ينزلوا نسخه محسنه منه اللي هي النوت 9 برو، طبيعي ان هرشح النسخه دي برضه، وطبيعي ان انا هكون شايف موبايل كويس جدا. بس هل الفرق ما بينه وما بين النوت 9 اس محسوس ولا لا؟ هل هو فرق ملحوظ كبير يخليك تشتري دوت وما تشتريش النوت 9 اس؟ ديت النقطه الاولى اللي حابب اتكلم معاكم فيها. والنقطه الثانيه هي المشاكل اللي بنسمع عنها، موضوع الشاشه، الظل اللي بيكون موجود حوالين الثقب بتاع الكاميرا وان هي شاشه مش حلوه قوي، وموضوع الكاميرا الخلفيه ومشكله ان بيخش فيها في العدسه بتاعتها نفسها تروب. دول تقريبا اكتر حاجتين انا سمعتهم عن النوت 9 اس، وبما ان النوت 9 برو يعتبر نفس الموبايل مع تحسينات بسيطه، دي الحاجات هتكون موجوده فيه برضه. علشان كده خليني اشارككم بتجربتي مع الموبايل كمستخدم ليه وكحد فعلا بيجرب الموبايل، مش مجرد مراجعه تقليديه للمواصفات بتاعته. اولا، هل هو يستاهل ولا لا؟ هو مفيش فرق كبير في السعر منه للنوت 9 اس اصلا، فلو انت تقدر تزود المبلغ دوت هتاخد موبايل احسن. سرعه الشحن تحديدا هي اللي انت هتحس بيها، لان الموبايل دوت بيشحن في ساعه وربع تقريبا من صفر لحد 100%، والموبايل دوت بطاريته 5000 ملي امبير، فعلشان يدعم السرعه الكبيره ديت كده دي حاجه ممتازه. بس التحسين التاني هو الكاميرات الخلفيه بتاعه الموبايل. المفروض ان هو هنا جايب كاميرا 64 ميجا بكسل على عكس اللي كانت موجوده في النوت 9 اس اللي هي 48. لو انت بتبص على مواصفات الكاميرا هتفتكر تقريبا ان هي نفس بتاعه الشاومي مي نوت 10 لايت، الموبايل اللي هو اغلى شويه من دوت وسعره دلوقتي عامل حوالي 6000 جنيه. بس بعد ما جربت الموبايل بنفسي، هو الصور بتاعته اقرب للنوت 9 اس، ودوت دايما بيثبت كلامي ان الفرق ما بين الكاميرا ال 48 وال 64 مش مهول قوي ان انت تحس بيه من ناحيه شكل الصوره. نفس معالجه الالوان ونفس التعامل مع الاضاءه ونفس كل حاجه تقريبا في الموبايل دوت زيها زي النوت 9 اس. الفرق اللي ملحوظ التفاصيل، انك لما تعمل زوم ولما تيجي تبص على الصوره بتدقيق شويه هتلاقي النوت 9 برو بيطلع لك تفاصيل احسن. فلو انت يهمك التصوير بشكل احترافي شويه، الكاميرا حاجه اساسيه جدا بالنسبه لك ان هي تطلع كل تفصيله صغيره، النوت 9 برو هتحس ممكن بفرق الكاميرات. انما بالنسبه لمعظم الناس لا، مش هيكون في فرق في الكاميرا ملحوظ. هي عموما كاميرا كويسه جدا، واحده من احسن الكاميرات اللي موجوده في الفئه ديت، بتدعم جوجل كاميرا طبعا برضو بما انه جايب معالج سناب دراجون، والالوان والمعالجه بتاعت الصوره والاضاءه وكل الحاجات ديت انا شايف فيها تطوير ملحوظ جدا عن الاجيال اللي فاتت من السلسله ديت. بمناسبه الاداء، فهو الاداء من ناحيه السرعه او القوه بتاعت الموبايل دوت يعتبر واحد من اسرع المعالجات اللي موجوده في الفئه بتاعته، السناب دراجون 720 جي، نفس الموجود في النوت 9 اس، كل المواصفات مشتركه زي ما قلت ما عدا الكاميرا وسرعه الشحن. بس دوت يعتبر لحد دلوقتي برضه واحد من اقوى المعالجات اللي موجوده في السعر دوت، بيتحط هو نفس المعالج في موبايلات اغلى كتير، فديت حاجه بالتاكيد من نقط القوه بتاعه الموبايل. التصميم كمان من الحاجات الشيك جدا اللي فيه، الخامات بتاعته، الازاز اللي مستعمل فيه، ان انت تحس ان انت ماسك موبايل بريميوم دوت، احساس موجود مع الموبايل دوت. ممكن علشان يكون تقيل شويه وكبير فبيدي الاحساس بالشياكه دوت اكتر. فايوه، هو بالتاكيد واحد من اكتر الموبايلات اللي انا اتبسطت بيها في السعر دوت. بس في حاجات تانية لازم نحطها في الاعتبار، في حاجات تانية سمعناها ومشاكل عايزين نعلق عليها. اولها الموضوع بتاع الشاشه دوت، وهل فعلا الثقب بتاع الكاميرا حواليه بيكون ظل ولا لا. دوت انا شايف ان هي تلقيقه بصراحه. اي شاشه اي بي اس في الدنيا بيكون فيها نسبه كده ظل صغير حوالين الثقب بتاع الكاميرا، ممكن بعض الشركات بتكون مش ملحوظه عندها، ممكن بعض الشركات تانية بتكون ملحوظه زياده شويه. من الموبايلات اللي انا كنت فاكر ان هي كانت موجوده فيه مثلا لما انا جربتها هو الاونر 20، ومع ذلك دوت ما خلانيش اقول ساعتها ان الشاشه وحشه. هنا برضو نفس الكلام، ديت تلقيقه، ديت حاجه لحد قاعد عمال يبص ويدور على عيب مش منطقي. هل انت هتلاحظ ان ممكن يكون في ظل حوالين الثقب بتاع الكاميرا؟ لا، مش هتلاحظ دوت. هل بقى لو مسكت الموبايل وعينيك على الثقب بس وحاطط خلفيه بيضه ومش بتعمل حاجه غير ان انت بتدور على الظل؟ طبيعي هتشوفه. فده انا شايف ان هو كلام مش مبرر تماما، مش منطقي بالنسبه لي ان دي تكون حاجه بتفكر فيها وانت بتشتري الموبايل، مش حاجه تخليك تقلق حتى. زي ما بقول دايما طبعا، الالوان بتاعه شاشه شاومي مش بتكون المفضله بالنسبه لي قوي لما بتطلع من العلبه، لان هي مش بتكون دقيقه قوي.
حتى لو شكل الشاشة ألوانها حلو بس دوت مش لون أكيوريت. لو أنت بتعمل فوتو إيديتنج مثلا دوت مش أنسب طريقة تعدل بيها على الصور. لكن برضو علشان سوفت وير شاومي بيسمح لك إن أنت تعدل على الألوان براحتك، فممكن تخش عادي جدا في السيتنجز أو الإعدادات بتاعة الموبايل وتظبط الأكيوريسي بتاعة الألوان. الوضع بتاع الستاندرد بيديني ألوان مظبوطة، فدي برضو مش مشكلة بقابلها في الشاشة أو مش حاجة بحس بيها بأزمة. هل دي كده بقت اقوى شاشه بقى في السعر دوت واحسن دقه الوان واعلى ريفرش ريت ونوع اموليد والحاجات دي كلها؟ لا، ديت مش نقطه التركيز بتاعت النوت 9 برو خالص. بس هل هي شاشه حلوه ولا وحشه؟ لا، ما اقدرش اقول برضو عليها شاشه وحشه، شاشه تعتبر لطيفه جدا مش هتضايقني خالص في الاستعمال اليومي بتاعي. خلينا نتكلم على مشكله اهم شويه وهي التراب اللي بيخش في العدسه بتاعت الكاميرا. ديت مشكله لحد دلوقتي بصراحه ما سمعتش حد قال عليها خالص مع النوت 9 برو، يمكن علشان الموبايل لسه جديد في السوق شويه، بس شفت بوستات كده على كذا جروب بتتكلم فيها على النوت 9 اس اللي هو يعتبر نسخه من الموبايل دوت تقريبا بالظبط، فاي عيب موجود هناك احتمال كبير جدا يكون موجود هو هو هنا. المشكله ان دي حاجه مش محسوسه، مش ملموسه بالنسبه لي انا، المشكله ما ظهرتش معايا، ممكن تظهر مع غيري. هل المشكله ظهرت معايا انا كاحمد كمال؟ لا، بس هل هي موجوده ولا لا؟ ظهرت في كذا بوست على فيسبوك، فما اقدرش اقول ان هي مش موجوده لان انا شفت صور ليها بعناية. هل ديت مشكله انت بتتحملها وبتكون غلطتك ولا بتكون غلطه الشركه؟ دي بالتاكيد غلطه الشركه، وبالفعل شفت كذا حد من اللي كتبوا بوستات من النوعيه ديت راحوا للضمان وراحوا للتوكيل والمشكله اتحلت هناك. فديت حاجة طمنتني بصراحة شوية ان المشكلة ما ظهرتش معايا، ولما ظهرت مع بعض الناس لقوا حل ليها وشاومي وفرت ليهم بديل. التراب عندي هنا ممكن يكون بيجمع شوية حوالين البروز بتاع الكاميرا، انما مش بيخش في البروز نفسه او مش بيخش في العدسات نفسها. الملخص بتاع رأيي في النوت 9 برو ان هو يعتبر واحد من اقوى الموبايلات اللي ممكن تشتريها. انا شايف ان هو موبايل لطيف بصراحة ويعتبر بديل كويس للناس اللي مش هتقدر تشتري المي نوت 10 لايت اللي هو اعلى موبايل دلوقتي عند شاومي في الفئة المتوسطة، ويمكن بصراحة واحد من اكتر الموبايلات اللي انا حبيتها جدا شخصيا لدرجة ان انا فكرت بشكل جدي ان انا استعملها كموبايل اساسي. لكن لو انت ما بتحبش الشاشة الايدج بتاعته مثلا، النوت 9 برو هيكون بديل لطيف جدا ليه. كنت افضل بصراحه ان هم ينزلوا كمان النوت 9 برو ماكس علشان في تحسينات في الكاميرا الاماميه، ويكون على الاقل الناس حاسه بفرق اكبر ما بين النوت 9 اس والنوت 9 برو. الموبايلين قريبين جدا من بعض دلوقتي ومفيش فرق كبير ما بينهم، بس انا شايف ان ديت حته كده التكنيكاليتي اللي هو كان مفروض ينزلوا كذا بدل ما ينزلوا كذا، انما دوت مش عيب مثلا في النوت 9 برو هنا. فبس دوت كان ناقص في النوت 9 برو بعد ما انا قعدت اجربه الفتره اللي فاتت ديت كلها. لو انت يهمك تعرف ايه الموبايلات اللي انا بجربها دلوقتي وانت بتتفرج على الفيديو دوت، فمهم تتابعني على الانستجرام علشان بنزل الكواليس والاخبار هناك اول باول، وبعمل فقره اسئله واستفسارات برد فيها على اكبر عدد من الناس، ساعات بطلع حتى لايف واقعد ادردش هناك. لكن الاهم طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب بتاعتي علشان تشوف كل الفيديوهات اللي هنزلها بعد كده. وبس كده كالمعتاد، كان معاكم احمد كمال من AK Review، استني في الفيديو الجاي.